أنا غايس، أنا رايح أسبانيا بس عشان ألعب فوتبول. أنا مريض صحياً، فأولادي هني اثنين صغار بيجروا معي العرباي وبيساعدوني، بيطالعوا للزباين إنه ما فينا أطلع على السادس على السابع في بنايات ما لها أسانسيرات، بيتعبوا معي. اليوم أكلنا بجوز بكرة ما ناكل، بس أجار البيت يعني أكلت ما أكلت شربت بدي أشيله. مت كأني هلأ خلقانين، هلا بدي ربيهم من اول وجديد. يلا بطاطا يلا عنب. هلا لحد الان بيحلم انه هو بشي ملعب من ملاعب ريال مدريد، انه عم يتصور مع بنزيما مع... انا قال له يعني مستحيل انه نحن نروح هذيك الدول.